نأسف على الخسارة، ولكن من ناحية الكروية يمكن القول وأن تونس عرفت كيف تحصد الثلاث نقاط. إنها خيبة أمل كبرى بالنسبة لي، لم أكن أتوقع أننا نستحق الخسارة أو الهزيمة في هذه المباراة. هذه هي كرة القدم ولا بد أن نقبل بكل النتائج. كانت هناك تصويبتين مؤطرتين من الفريق التونسي، ولكن حقق الهدف، وكانت هناك ضربة جزاء بالنسبة للمنتخب الجزائري لم يقع احتسابها من قبل الحكم. خيبة أمل كبرى، ولكن بينا أن لدينا كرة جميلة. إذن منتخب الجزائر بين أنه يلعب كرة قدم جميلة. أنت الآن تفكر في مباراة الجزائر ضد التوغو، كيف ستتعاملون مع التوغو؟ الأمل ليس أو الأمل لا زال موجودا، وهناك مباراتين والمفاجآت قائمة في عالم كرة القدم، ولا بد أن نتحلى بالتفاؤل ومن خلال المردود الكروي الذي قدمه المنتخب الجزائري. فأنني أريد أن أقول أنه في المرة القادمة علينا أن نستغل الفرص المتاحة لدينا، ولا بد أن تكون اللمسة النهائية موجودة. قلت خلال المؤتمر الصحفي وأن الدربي المغاربي يلعب على جزيئات صغيرة، وهذا ما حدث خلال الشوط أو نهاية الشوط الأول. قلت أن المساكني يمكن أن يحدث الفرق صحبة صابر خليفة، وهذا ما حدث وقد صدقت تنبؤاتي. يبدو أننا تحلينا ببعض السذاجة قبل تسجيل الهدف، ولكن دفعنا الثمن باهظا لأننا ارتكبنا خطأ فادح. إنه خطأي في نهاية المطاف. حظ سعيد طبعا للمنتخب الجزائري في باقي المباريات. الحظوظ ما زالت قائمة للمنتخب الخضر، وهذا ما نتمناه. طبعا زميل أيمن، إذا ما فازت الجزائر على توغو وكذلك حققت نتيجة إيجابية على كوت ديفوار، إن شاء الله الصعود يكون للمنتخبين العربيين. نعم. تونس والجزائر. شكرا نافع. الحظ للمنتخبين. نعم. في قادم المباريات. شكرا نافع بن عاشور. إذا كابتن محي الدين، بسرعة الوقت ضاق